شكل مشروعات صغيرة، أيضا محور الضمان الاجتماعي عن طريق توحيد قاعدة البيانات وعن طريق الاستهداف زيادة عدد الأسر المستحقة من المعاش الضمان، التوسع في التأمين الصحي، محور التنمية البشرية ويشمل برامج موجهة لبناء الإنسان سواء في التعليم، الصحة، التدريب الفني والثقافة، استهداف المناطق الأكثر فقراً واستخدام أموال الوقت والزكاة للتكافؤ. أطفال الشوارع، الاهتمام بأطفال الشوارع والرعاية، تحقيق العدالة الاجتماعية، أي إيجاد مجتمع هادئ يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذا المجتمع يكون قادرا على كفاءة حق المواطنين في المشاركة في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون والقضاء على المحسوبية والوصول. يتيح فرص احتراق المجتمع المبني على القدرات والكفاءة. يوفر آليات الحماية من المخاطر. يساهم شرائح المجتمع المهمشة والفئات الأولى بالتعافي. أما بشأن التنمية البشرية فتستهدف رؤيتها للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في نهاية المطاف الإنسان المصري، فهو الهدف والغاية من أي استراتيجيات وخطط وبرامج كلية وقطعية. نريد أن نرى مواطنا ذا شخصية متكاملة، مواطنا معتز بنفسه، مستنير، مثقف، مبدع، مسؤول، قابل للتعددية واختلاف الفكر، يحترم الاختلاف، وفخورا بتاريخه وبلاده ووطنه، وشغوفا ببناء مستقبله، قادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التعليم والثقافة، التدريب والصحة. فبشأن التعليم والثقافة، نستهدف أن يكون التعليم بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي وكفء وعادل ومانع، كما نستهدف القضاء على الأمية، ويستلزم ذلك إعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعي ومراجعة المناهج وتحديثها وتمكين الطلاب من مهارات اللغات ومهارات الرياضيات والعلوم وتكنولوجيات المعلومات، وإدماج الطلاب في الأنشطة الثقافية والرياضية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع. يستلزم ذلك أيضا الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتطوير نظام تقييم الامتحانات وتطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتفق مع معايير الجودة والاعتماد، ويتزامن ذلك مع الاهتمام بالمدرسين وأعضاء هيئة التدريس من حيث التطوير المستمر ومن حيث أوضاعهم المادية. إن الحكومة تضع التعليم الفني على أجندة أولوياتها، وتؤمن إن التعليم الفني والتدريب المهني هو طوق النجاة الوحيد للهروب من محيط المطار. إن الهدف هو الارتقاء بالتعليم الفني ما قبل الجامعة من خلال مناهج متطورة متوافقة مع المعايير الدولية، ورش ومعامل محدثة بالمدارس الفنية، التدريب العملي للمنشآت الاقتصادية. مؤسسات التدريب أيضا تكون مرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. كيان مؤسسي ينسق مبادرات وجهود التدريب الفني المتعددة، مشاركة القطاع الخاص في تكاليف التدريب حسب احتياجاته. التفكير في إنشاء وزارة مستقلة واحتفال ابتدينا هناك نائب الوزير للتعليم الفني والتدريب المهني. التفكير في إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني. أما بشأن الصحة فالهدف هو تمتع المواطن بحياة هادئة من الأمراض المدنية والنفسية
الى تطوير الطب الوقائي، رفع الوعي الصحي، اقامه نظام تامين صحي شامل لجميع المواطنين، تطوير التعليم الطبي المستمر، الارتقاء بمهنه التمريض، تطوير صناعه الدواء المحليه، تطوير البحث الطبي بالتعاون مع المؤسسات العالميه، نشر الوعي باهميه الدواء. سادسا، بالنسبه للتنميه الامراضيه، وحتى يجني الجميع ثمار النمو والتنميه ولا تستأثر أقاليم دون غيرها بثمار النمو، تأتي أهمية استغلال المساحات والمواد الشاسعة التي تتمتع بها مصر، وذلك من خلال خريطة عمرانية جديدة. احنا عايشين في 6% مصر كلها خزي، تتميز الديناميكية والترابط، دمج المعمار التاريخي والمعاصر، تعظيم الاستفادة من ثلاثية الطاقة والمياه والغابات، وأن تكون قادرة على مضاعفة مساحة الأمطار، إعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام المواد، إحلال وتطوير العشريات ورفع جودة الحياة. سابعا، بشأن الإصلاح المؤسسي، إن الإصلاح المؤسسي يعد شرطا ضروريا لنجاح كل المحاور السابقة، حيث يتم من خلال ثلاثة ركائز هي: التحول التدريجي إلى نظام الإدارة اللامركزية. اثنين، النهوض بإداء الجهاز الإداري من خلال تقليص عدد الوزارات، إعادة وكالة الوزارات، تزويدها بالشباب، تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، إصلاح منظومتي الضرائب والجبهة. كما يتأسس الإصلاح المؤسسي على ضرورة مكافحة الفساد من خلال حزمة إجراءات إصلاحية مؤسسية وتشريع ومالية وتوعية مجتمعية ومشاركة مع المواطنين. وختام، هذه هي ملامح لمصر المستقبل ولصورة واضحة، هي ملامح واضحة نترجمها في صورة خطط وبرامج حسب الأولويات القصيرة والحالة وحسب أولويات المدى المتوسط والمدى الطويل. وفي ذات الوقت نحن نحتاج لمشاركة الجميع في هذه الحالة وفي رسم صورة مستقبل مصر، وما أطول أن تخرج من هذا المؤتمر وما سوف يدور فيه من مناقشات بآراء وأفكار تنقل هذه الرؤية وتضيف إليها انطلاقا من إن الضمان الحقيقي لصياغة وحدة وطن ووضعها موضع التنفيذ هو أن يشارك كل أبناء الوطن فيها ويؤمنون بها. حمى الله مصر وشعبها وجيشها. السلام عليكم ورحمة الله.